طيب نروح لزميلنا شريف شعبان، نعرف طبعا اخر اخبار نادي الاهلي النهارده وتمرينته واستعداده لماتش بكره، ونعرف كمان منه قائمه اللاعبين اللي اختارها مستر موسيماني. مساء الخير يا شريف. مساء الخير، تحياتي ليك احمد، تحياتي ليك ساره، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يمكن حالا النادي الاهلي هيستقل الباص او الباصين المخصصين ليه عشان يسافر الى مدينه اسكندريه، طبعا عشان يبقى ليله مباراه الاهلي والبنك. يا رب باذن الله بكره يكون الاهلي موفق ويفوز على فريق البنك الاهلي ويضيف الى رصيده 3 نقاط جداد. يمكن مستر بيتسو موسيماني اعلن الان 23 لاعب فقط على شاشه قناه النادي الاهلي او حصريا. طبعا في حراسه المرمى محمد الشناوي على لطفي مصطفى شوبير، بدر بنون، سعد سمير، ايمن اشرف، رامي ربيعه، علي معلول، محمد هاني، بيكهام، اكرم توفيق، أليو ديانج، عمرو السلية بيعود مرة أخرى إلى قائمة النادي الأهلي، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، حسين الشحات، أفشة، كهربا، محمد شريف، بواليا، وليد سليمان، طاهر محمد طاهر، ومحمود وحيد. قائمة بتضم 23 لاعب هيسافروا حالا إلى مدينة اسكندرية. يا رب بإذن الله التوفيق بكرة يكون معاهم بإذن الله. أما بقى عن تمرين اليوم، يمكن التمرين كان في 3:00 عصرا، وبيستر ميتسو موسيماني عمل محاضرة حوالي 40 دقيقة فنية اتكلم فيها عن نقاط القوة والضعف الفريق البنك الأهلي، وحذر من خطورة البنك الأهلي، وطلب اللاعبين بمحاولة طبعا إحراز هدف مبكر. والنهاردة يمكن في مران اليوم اشتغل على التخصص على الجول عشان يقدر المهاجمين وخط الوسط يقدروا يفنشوا الهجمات إلى أهداف. يا رب بإذن الله يكونوا بكرة موفقين ويفوزوا على فريق البنك الأهلي. طب يعني لو اتكلمنا على الحاجات اللي ركز عليها مستر موسيماني مع لعيبه بعينها، هل في احنا عارفين انه في اليومين الاخرانيين يمكن كان في كلام مع قفشه ومع حسين الشحات، النهارده تمرينه النهارده، ويهمني كمان اركز على بواليا اللي بعتقد انه محتاج ياخد بشكل كبير جرعه ثقه من الجهاز الفني، واللي ده بشكل ما يترجم في الملعب ان شاء الله وينال بعده ثقه جماهير النادي الاهلي. تمام، بنقل لك الصورة بكل أمانة. يمكن في تمرين التخصص النهاردة وسط الملعب والمهاجمين هجمات باليمين ومن الشمال، أوفرات باليمين ومن الشمال، وبيحاول المهاجم وسط الملعب يخش ويزيدوا ويجيبوا أجوان بدماغهم أو بالقدم. النهاردة بواليا ما شاء الله أمسك الخشب، ما فيش كورة في رجليه إلا ما هي جول، رجليه مظبوطة على الجول. كل الكور اللي اتعمل معاها النهارده في منطقه 18 كلها اهداف. قفشه وحسين الشحات وكهربا وطاهر محمد طاهر، تالق النهارده ما بعده تالق ما شاء الله. يا رب بكره باذن الله يكونوا كلهم موفقين. لو الفكر بتاع موسيماني اتطبق النهارده او طبق بكره في ارض الملعب اللي طبقوه النهارده في التمرين، بكره هيكون الماتش سلس بالنسبه لهم لو التوفيق باذن الله موجود مع لاعبي النادي الاهلي. الراجل على طول النهارده تعليمات اول باول للاعبي خط الوسط المهاجم والاطراف والمهاجمين، باذن الله ان بكره يكونوا موفقين باذن الله وينفذوا تعليمات الراجل عشان يقدروا يفوزوا على فريق البنك الاهلي المحترم، طبعا معاه قياده فنيه كبيره هو الكابتن محمد يوسف ابن من ابناء النادي الاهلي. طبعا شريف خليني اسالك، هل في التمرين شفت لعيبه بتلعب في غير مركزها؟ يعني في بعض المباريات بنشوف مستر موسيماني بيلجا انه يجرب او يغير مراكز لعيبه بعينها اثناء المباراه، هل في التمرين بيحصل ده برضه؟ الماتش اللي فات يمكن جرب في البكرايت اكرم توفيق بالزبط. يمكن بعد ما كان بيلعب ببيكهام او محمد هاني، النهارده جرب شويه اكرم، جرب محمد هاني شويه، جرب بيكهام شويه، ففي حيره النهارده. الجاهزيه كتيره جدا النهارده في ارضيه التتش، عنده جاهزيه كتيره جدا، عنده لاعبين كتيره جدا، فجرب اكثر من لاعب في اكثر من مركز. بكره بقى هيستقر عليه تشكيل، يا رب يوفقه بكره باذن الله ويستقر على 11 يقدروا ينفذوا فكره ويفوزوا على فريق البنك النادي الاهلي. شكرا جزيلا زميلنا شريف شعبان، دي كانت آخر أخبار تمرين فرقتنا النهاردة.